السلام عليكم أعزائي الطلبة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا أول شابيتخ من لا ميكانيك دو بوان ماتيريال. هذا الموديل نورمالمون كيتقرا في لي فاكولتي دي سيونس، لي اس ام بي سي، لي اس ام اي، كيقراوه حتى الناس ديال لي فيستي الميب داكور، و كيقراوه لي كلاس بريباراتوار ام بي تي اس اي بي اس اي. دونك واحد الموديل تقريبا كيتقرا في جميع لي زيتابليسمون supérieur. بالنسبة للشابيتر 1 غادي نشوفو اوتيل ماتيماتيك. دونك هاد الشابيتر 1 غادي نديطاييوها مزيان. علاش؟ انا نورمالمون ما كنتش كنديطاييها قبل مزيان، كنت كنخدم فيها غير داكشي اللي غادي نحتاجو. علاش؟ حيت لي زيتوديون اللي كيكونوا قراو الباك مثلا، بحال دابا قراو الباك في 2019 وعندهم في 2020 غيدخلوا البروميير اني كلاس بريبا ولا لي فاكولتي دي سيونس ولا لي فيستي ولا ليكول سوبيريور، كيكونوا قراو لا جيومتري دون ليسباس ديال المات. بويسك نتوما ما كملتوش لو بروغرام، يعني ما بحكم كورونا والبروغرام وقف، يمكن واقيلا ما عادش حبسوا معاكم في لي نومبر كومبلكس، يعني ما وصلتوش لا جيومتري دون ليسباس في الماتش. دونك قررت انني غادي نديطاييه مزيان، غادي نديطاييه ديال بصح باش ما تلقاوش مشكل في لي شابيتر اللي غادي يجيو. نبداو على بركه الله. بروميرمون اوتيل ماتيماتيك، يعني داك الشيء ديال لي مات اللي غادي نحتاجو، وغادي نبداو بنونسيون دي فيكتور. فهاد الغابيل غيكونوا فيها تقريبا شي 4 ولا 5 الفيديوهات، غنهضروا غير على لي فيكتور صافي. غادي ان شاء الله غادي تغيزوا شغلكم ديال لي فيكتور مزيان. نبداو على بركه الله بواحد لا ديفينيسيون. ان فيكتور est un segment de droite delta sur lequel on distingue une origine et une extrémité. Donc, عندي واحد droite delta ياك، وعندي فيها واحد الفيكتور. هاد الفيكتور عنده واحد لوريجين داكوغ، واحد الاصل، اصل المتجه. دابا الناس اللي ما قراوش اون فرونسي راه غنحاول نقول لكم لي مو اون اغاب وانتم نوطيوهم باش تبقاو عاقلين عليهم. قلنا كيكون عندها اصل المتجهه et une extrémité. D'accord ? Si A est l'origine du vecteur et B son extrémité, le vecteur V sera noté AB. Ainsi, pour définir, باش ندفيني واحد الفيكتور V, il faut préciser son origine, فهاد لو كراهو le point A, sa direction, son support delta, son sens de A vers B, son module ou à la longueur AB, يعني هاد لا ديستونس AB نوتي. ها كيفاش كنكتبوها؟ AB égale à V. دونك كندير واحد جوج ديال الشرايطات وكنديرو فوقهم هذيك الفيكتور. دونك ناخذ هاد ليكزامبل هذا. سوبور هو دلتا داكوغ، الفيكتور هو V اللي هو AB. لوريجين ديال هاد الفيكتور راه هو لو بوان A، والاكستريميتي ديالو راه هو لو بوان B. لو سونس دو A فيغ B، سوبوزون انا شديتو قلبتو درت لا فليش هنا، راه غيولي ديك الساعة لوريجين هو لو بوان بي، ليكستريميتي هو لو بوان ا، و لو سونس غيولي دو بي فيغ ا، وما غاديش نكتب ديك الساعة فيكتور ا بي، غادي نكتب فيكتور بي ا. سي كليغ؟ دونك نتمنى تكون وضحات الفكرة. راه هادشي مازال غادي نديطاييو. دونك هادي اون ديفينيسيون جينيرال على لي فيكتور، واضح؟ دونك حنا في لي كالكول ديالنا في لا ميكانيك دو بوان ماتيريال غادي نحتاجو اننا نوريونتيو هاد لاكس دلتا. كيفاش نوريونتي؟ تبعوا معايا الله يرضي عليكم. دونك عندي هادي دلتا ياك، هذا هو لاكس دلتا، هذا هو الفيكتور ا بي، ها هو الفيكتور ا بي. دونك ا بي هذا هو الفيكتور في. اشنو قلت لكم في لي كالكول ديالنا؟ اون ا بوزوان دوريونتي لاكس دلتا، يعني غادي نحتاجو اننا نوريونتيو لاكس دلتا. كيفاش كنوريونتيو لاكس دلتا؟ كنوريونتيو بواحد الفيكتور اونيتير كنسميوه اي، هو هذا، هذا هو الفيكتور باش كنوريونتيو لاكس دلتا. بحيث الا كان الاو مع الفي غاديين في لو ميم سونس، ها اشنو كنكتب؟ هاد لوكا كنكتب بلي لو فيكتور دا خصني نحيدها بلا ما نقل. دونك فهاد لوكا غادي في لو ميم سونس، كنكتب بلي الفيكتور في راه هو لو موديل ديال الفيكتور في سويفون هذاك الفيكتور اونيتير او. وانا غنقول لكم علاش سميناه اونيتير.
Supposons غادي في le sens inverse de l'U غادا في le sens opposé مع AB. Donc هذا هو l'axe delta. فاهمين؟ هذا هو الفيكتور V. ها هو هذا هو ال point A وهنا عندي ال point B. اشنو قلت لكم؟ قلت لكم سيبوزيو كو غادي الفيكتور اللي كي اورينتي لاكس دلتا غادي دو سونس اوبوزي مع AB. فهاد لوكا اشنو كنكتبو؟ كنكتبو بلي V راه هي لا نورم ديال V suivant moins U. D'accord? Hechech le sens opposé. C'est clair? Ashnou qu't lekom? U kansmi au vecteur unitaire. Hechech mazal ghadi ntraitou inchallah fi le chapitre de cinématique. Gna U huwa wahed le vecteur unitaire. Vecteur. Hala smina unitaire? Hechech la norme dialo égale à 1. اي فيكتور لا نورم ديالو ايغال ا 1 راه غنعرفو من بعد شنو هو لا نورم كيفاش كنحسبوها واخا راكم ديجا شفتوها غادي نعرفو شنو هي لا نورم دونك اي فيكتور لا نورم ديالها ايغال ا 1 كيتسمى فيكتور اونيتير فيكتور اونيتير اونتر بارونتيز يعني لا نورم ديال U ايغال 1 متجهه واحديه راه داكشي علاش قلت لكم هادشي كان كيتقرا في لا جيومتري دون لاسباس في الماتش في الباك دونك كيتسمى متجهه واحديه D'accord. Donc, عرفنا شنو هو ان فيكتور عرفنا بلي في لا ميكانيك خاصني هذاك لاكس اللي كيكون كينتمي ليه الفيكتور خاصني اورينتي بواحد الفيكتور اونيتير او وقلنا فيكتور اونيتير او هو واحد الفيكتور لا نورم ديالو ايغال ا 1 سي كلير الا كان الفيكتور في مع الفيكتور او غاديين في لو ميم سونس في ايغال لا نورم ديال في سويفون او اديكا كتلقاهم مكتوبه بحال هكا كاين اللي في شي كتوبه كاين اللي كيكتبها بحال هكا في او سويفون او ما كيديرش هادوك الشريطات والفيكتور وهنا تقدروا تلقاوها بحال هكا موان في سويفون سي لا ميم شوز داكوغ نتمنى تكون الفكره واضحه دونك راه كنحاول غير نقرب لكم راه مازال ان شاء الله غادي نتريتيو هاد الشيء نشوف غير واحد لابروس عرفتش فين درتها فوالا يلا نمسح هاد الشيء الشباب وندوزو لدوزيامون تيب دو فيكتور تيب دو فيكتور Deuxièmement, type de vecteur. بالنسبه للتيب دو فيكتور عندي 3 تيب تاع لي فيكتور عندي فيكتور ليي او لا بولير وعندي فيكتور غليسون وعندي فيكتور ليبر يلا الشباب شحال قلنا عندنا من تيب عندنا 3 ديال لي تيب غادي نبداو بالتيب الاول اللي هما فيكتور ليي شنو هو ان فيكتور ليي فاش نولي نسمع فيكتور ليي او لا بولير حتى هي صحيحه بالنسبه للفيكتور ليي الشباب الفيكتور ليي هو واحد الفيكتور كيكون البوان او بيان لوريجين كيكون ديفيني ولا امبوزي يعني محدد لا ديريكسيون كتكون محدده و لو سونس كيكون محدد داكوغ باغ اكزومبل ناخذ هذا الفيكتور الا كان هذا الفيكتور لوريجين محدد في واحد البلاصه ولا ديريكسيون حتى هي محدده و لو سونس حتى هو محدد يعني امبوزي و لو موديل او بيان نورم ديالو حتى هو محدد فهاد الفيكتور كيكون ان فيكتور ليي كيتسمى فيكتور ليي وغنعطيكم دي زيكزامبل داكوغ اشنو قلنا قلنا ان فيكتور ليي واحد الفيكتور اشنو كيكون عنده كيكون عنده لوريجين اوبوزي ولا امبوزي لوريجين كيكون امبوزي انا غنديرها لكم هنا كيكون امبوزي سيتادير محدد داكوغ يعني محددينو مفروض عليك ديرو في هاد البلاصة أنا غنشرح لكم بحالاش سوبور أو بيان ديريكسيون ديريكسيون لا ديريكسيون حتى هي كتكون امبوزي سونس حتى هو كيكون امبوزي أو لا نورم أو بيان موديل لا نورم ولا الموديل سي لا ميم شوز نديرو لو موديل حسن لو موديل
حتى هو كيكون امبوزي. ناخذ واحد ليكزامبل يرجعكم للكاتريام، اجوا معايا للتروازيام اني كوليج. دونك عندي واحد لا طابل ياك، فهاد لا طابل عندي واحد سوليد، واحد الجسم اس ياك. هاد الجسم اس عنده هنايا واحد سونتر دو ماس او بيان سونتر دو غرافيتاسيونيل جي. الا قلت لكم عطاوني لي فورس اللي مابليكين على هاد السوليد، شنو غاش تقولوا لي؟ اش تقول لي سيبوزو ما عنديش هنايا الاحتكاك، ما كاينينش لي فروتمون، لي فروتمون نيجليجابل. اش تقول لي استاذ راه عندنا لو بوا وعندنا لا رياكسيون ديال لا طابل ياك، يعني ديال لا سيرفاس ديال لا طابل. لو بوا انا غنمثلو بالزرق، ملي كنا كنمثلوه كنا كنمثلو من البوان جي، راه ما يمكنش تمثلو من هنا، يعني مفروض عليك سيتادير لوريجين ديال هاد الفيكتور فورس اللي غنمثل انا دابا راه امبوزي. دونك كنمثلو من البوان جي بحال هكا كنا كنمثلو بي. لا ديريكسيون كيفاش؟ شناهي لا ديريكسيون؟ لا ديريكسيون هو هاد لاكس فيرتيكال باسي باغ لو بوان جي. نتوما كنتو كتقولو ليه داك الخط الشاقولي ياك، كنتو كتسميو هاد لومو الخط الشاقولي المار من النقطة جي، أو المستقيم الشاقولي المار من النقطة جي، أو المستقيم الأفقي المار من النقطة جي. دونك راه هو هاد لاكس فيرتيكال باسي باغ ولا باس باغ لو بوان جي، هو هذا هو بي. دونك هذاك لاكس راه كان محدد حتى هو، دونك لا ديريكسيون راها امبوزي. بالنسبه لو سونس واش كنتو كديروه طالع الفوق؟ واش لو بوا غيكون طالع الفوق؟ لا، كنا كنديروه شوف ندير لا فليش هنا دو فيغ لو با، يعني من الفوق للتحت. سيتادير هاد البوان بي ولا هاد لا فورس بي، هاد الفيكتور بي فورس فيكتور فورس، راه لو سونس ديالو امبوزي. لو موديل هاد لو موديل هادو كنتو كتحسبوه ياك، كنتو مثلا الى لقيتي بي بي مثلا كتلقى بي ايغال 4 نيوتن باغ اكزومبل ياك، كيجي الاستاذ كيقول لك كل سنتيم عنده نيوتن، كنتي انت هادي كدير فيها 4 سنتيم، باقيين عاقلين ياك؟ تفكر شو هاد اللعيبه هادي. دونك حتى الموديل راه كان امبوزي سي كلير. لا ميم شوز بالنسبه لديك لا رياكسيون اير، لا رياكسيون اير واش غادي نمثلها من البوان جي؟ لا، راه لوريجين ديال هذيك الفيكتور فورس اللي غنمثل دابا راه امبوزي. دونك كنا كنمثلوه من هنايا بحال هكا، كنا كنديرو اير حيت قلنا ما كاينينش لي فخوتمون داكوغ. وشوفوا معايا لا ديريكسيون حتى هي امبوزي، لو سونس حتى هو امبوزي. في لو سونس انفيرس ديال بي دابا دو با فيغ لو، يعني من الاسفل نحو الاعلى، ولو موديل سي لا ميم شوز داكوغ. دونك عرفنا شنو هو فيكتور لي كيكون عنده لوريجين امبوزي، ديريكسيون امبوزي، سونس امبوزي، ولو موديل امبوزي. اكزومبل بحال الفيكتور فورس او الفيكتور فيتيس اكسيليراسيون، حتى الفيكتور فيتيس اكسيليراسيون لا ميم شوز داكوغ. دونك نمسح هادي، ناخذ ان اكزومبل هاد ليكزومبل اكزومبل قلنا اشنو عندنا؟ فيكتور فورس، فيكتور فورس، فيكتور داكسيليراسيون، فيكتور فيتيس، فيكتور فيتيس، فيكتور اكسيليراسيون، سي لا ميم شوز اكسيليراسيون سي كلير. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو هو فيكتور ليي. ندوزو دابا الفيكتور غليسون، ان فيكتور غليسون. دونك غادي نمسح هاد الشيء وغادي ندوز للفيكتور غليسون. ندوزو دابا فيكتور غليسون. بالنسبة ان فيكتور غليسون هو واحد الفيكتور كيكون فيه لوريجين كيلكونك من ديك لا دغوات دلتا، مي لو سونس لا ديريكسيون لو موديل كيكونوا امبوزي صافي. دونك بالنسبة لفيكتور غليسون اشنو قلنا؟ لوريجين كيلكونك يعني نشوازيه فين ما بغيت من داك لاكس دلتا داكوغ.
l'origine qui colle quelconque de l'axe ou le support delta, c'est la même chose. Enfin, quiconque quelconque, l'origine quelconque. Benisba, la direction, le sens, le module que qu'on impose. Direction, que qu'on a une direction, la direction. Qu'est-ce qu'on impose? Le sens, qui qu'on a imposé, et le module. Qui compte à imposer. Exemple, le moment d'une force, on va voir la dynamique du point matériel, le moment d'une force ou la vecteur de rotation sur un axe. Donc, exemple, on va dire exemple, le vecteur glissant. On va voir les exemples, on va voir le moment d'une force, le moment d'une force et la vitesse de rotation, la vitesse ou le vecteur vitesse de rotation. هذه غادي نشوفوها في لا سينيماتيك وهذه غادي نشوفوها في الديناميك دونك نتمنى تكونوا نو فهمتوا شنو هو ان فيكتور غليسون فيكتور غليسون لوريجين كيلكونك ديريكسيون لو سونس لو موديل كي كونو امبوزي داكور فاهمين دونك مثلا عندي واحد مثلا واحد لاكس داير بحال هكا ياك هذا هو لاكس دلتا فنقدر ناخذ لوريجين هو هذا مثلا ندير بحال هكا هذا هو الفيكتور مثلا في او لا نقدر ناخذ لوريجين من هنا ما ناخذش لوريجين من هنا ناخذ لوريجين من هنا يا مثلا فهمت ولا لا هو ماشي بحال الفيكتور لي دونك هذا هو في يعني لوريجين كيكون كيلكونك من داك لاكس ناخذو فين ما بغيت سي كلير ندوزو لاخر تيب اللي هو الفيكتور ليبر فيكتور ليبر دونك نمسح هنا باش ندوز للفيكتور ليبر vecteur libre. بالنسبه للفيكتور ليبر الشباب هو واحد الفيكتور كيكون فيه سميتو لا ديريكسيون كتكون امبوزي لو موديل كيكون امبوزي لو سونس كيكون امبوزي مي لوريجين D'accord, l'origine au support ma qui connoche imposé. C'est clair? Donc, on a radin que je vais aller comme là. L'origine. Quelconque. Support. Tchaoua, quelconque. Mais le sens. Qui qu'on impose le module imposé. Voilà. L'origine quelconque, support quelconque, le sens qui qu'on impose, le module qui qu'on impose. Mais nous avons un exemple. Exemple, le champ de gravitation. Ça fait le GDB. Le champ de gravitation, exemple. Prends le champ de gravitation. Fermez. Et là, quand tu vas en anglais, la mécanique, donc de la bague. كنتي مثلا كيكون عندك ولا نعطيكم اكزومبل جينيرال عندي هذه هي لاتيغ ياك انا غنكتبها هنا هذه هي لاتيغ ياك دونك هنايا مثلا لافريك هنايا لوروب هنا كاينه لاسيا اسيا هنايا لاميريك دو سود وهنا لاميريك دو نور كاينه في هذه البلاصه هذه دونك هنا لاميريك دو سود
Donc, la Terre, شنو كيكون عندك؟ كيكون عندك un champ de gravitation. هذاك le champ de gravitation كيفاش كيكون داير؟ كيكون داير بحال هكا.